الأسواق الأمريكية تفتتح جلسة الثلاثاء على ارتفاع ومع تعافي الأسواق بعد انخفاضات الأمس. بعد التقارير الاقتصادية التي ستصدر اليوم لشهر يوليو، سيصدر تقرير كيس شيلر لأسعار المساكن، وأيضا يصدر تقرير مؤشر ثقة المستهلكين لشهر سبتمبر. الدولار الأمريكي يواجه بعض الضغط، وزوج اليورو دولار منخفض بنسبة 0.27% وعند مستوى دولار .1211. الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي منخفض بسيطا بنسبة 0.1% وعند مستوى دولار .51.55. أما الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني فهذا الزوج مرتفع وبنسبة 0.05% عند مستوى 119.96. التركيز سيكون اليوم على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. الزوج يقف دون مستوى المقاومة عند 0.70 وما زال منخفضا. يفضل البيع دون هذا المستوى، مستوى 0.70، مع وجود الأهداف عند 0.6935 ثم 0.69. أسعار المعادن أيضا تواجه بعض الضغط اليوم، والتركيز سيكون على سعر الذهب. المتحرك المتوسط للعشرين والخمسين ساعة ما زال منخفضا، ولذلك يفضل البيع دون مستوى $1135 مع وجود الأهداف القادمة عند $1121 أولا ثم $1116. أخيرا سعر الفضة مرتفع بنسبة 0.53% عند مستوى $14.61. كان معكم هدى عثمان من بورصة نيويورك لتريدينج سنترال ويب تي في.